طيب صباح الخير يا جماعة. بدنا نكمل المثال تبع المرة الماضية. في حدا انضبط معه، في حدا حاول يرجع يجرب في الكود بحيث انه يضبط الامور. طيب رتبت لكم انا الكود في هذا الكيرنل، ححط لكم اياه على الجيت هاب. بدل ما انا اعمل بيب انستول، طبعا هاي الديباجة طلعت معي في الريليس كانديديت، كانت في البيتا فيرجن، لازم اعمل بيب انستول لتنسر فلو فيرجن 2 واحط الفيرجن انه 2 بي. ف بدنا نحط هاي لتراي والاكسبت، وبعديها بنعمل امبورت لتنسر فلو. فهذه انه موجود انا عندي بكثره بالامثله فبتريحني، فلما اشغلها انه صار الكيرنل يدعم التنسر فلو ريليس كانديديت، فبالتالي انه هنا بحدد انه تنسر فلو 2x سيلكتد، لانه حيصير ابديت على ريليس كانديديت باستمرار، فهنا بحط 2x تمام. فبغض النظر عن شو هي هذه الفيرجن تمام. فهنا انه بحاول انه هو يعمل تراي انه اذا كانت التنسر فلو فيرجن 2x موجوده تمام، بروح بعملها import except خلص باس انه هذه الجمله مش راح تتنفذ، فبالتالي انه بعمل التنسر فلو فيرجن 1.14 تمام. طيب بعد هيك import للباندا، بعد هيك ال URL data set موجوده عندي على الجيت هاب، اي المسار تبعها للاخر تمام. بعديها بقرأ الداتا سيت هيد 2 بس عشان اشوف انه قرأ تمام. بعديها بنعمل اكسكلود للاوبجكت اتريبيوتس، لانه احنا بنركز هنا بدنا نعمل يعني انه اكزامبل وانه نعمل فيه موديل، نحمل داتا سيت خارجيه ونعمل فيه موديل، مش الهدف انه احنا نعمل بري بروسيسنج او انه احنا نحسن النتائج. فبتلاحظ انه كل مثال انه بيركز على شغله معينه، مثال بيركز على البري بروسيسنج، مثال بيركز على الاكتيفيشن فانكشن، مثال بيركز على الاوفر فيتنج تمام. بعد هيك زي ما صار في الكاجل انه احنا اخذنا الانترودكشن والانترميديت، كل مره كنا نعمل اكسرسايز على حاجه معينه، اكسرسايز على الميسنج، اكسرسايز على الكاتيجوريكال. بعد هيك في اخر بروجكت عندي في الانترميديت ماشين ليرنينج، شفنا كيف انه احنا نحسن النتائج ونعمل باراميتر تونينج ونجرب هاي الاشياء كلها. بالمناسبه في الكاجل في اخر الانترميديت، في انا بعتقد انه ضايل في مساحه للتحسين، انه احنا اخر مره استخدمنا الاكس بوست الاكس جي بوستينج، واستخدمنا الباراميتر تونينج اللي هو النمبر اوف استيميتور والليرنينج ريت، هذول الاثنين بس. الـ 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 الشغلات اللي احنا تعلمناها بخصوص الكاتيجوريكال والانكودينج الانكودينج للكاتيجوريكال والهاندل للميسنج فاليوز ما طبقناهاش. فانا بعتقد انه ممكن نعمل كيرنل نطبق فيها، ندمج فيها تنتين، انه احنا نعمل ليبل انكودينج وون هوت انكودينج لبعض الاتريبيوت وليبل انكودينج لبعض الاتريبيوت الثانيه تمام، ونعمل اكس جي بوستنج ونعمل باراميتر تونينج على هذه الشغلات. فبالتالي هنا بنحاول ان احنا ندخل فيتشر اكثر نعملها انكودينج ونعمل تونينج للنمبر اوف استيميتورز والليرنينج ريت، فبعتقد انه ممكن تحصل نتائج افضل تمام. فهذه انه انت تسجلها عندك وتحطها على جنب بحيث انه ممكن لقدام انه انت تستفيد منها. انا اذا توفر معي وقت حعمل كيرنل وحسوي هذا الكلام وحطه بابليك، ممكن ترجع لها فيما بعد تمام. طيب هنا حكينا انه بدنا نختصر الامور وبدنا نعمل اكسكلود للاوبجكت لانه بدناش نعملهم بروسيسنج. وهنا عملنا دروب ان اي access بتساوي 0،
لانه انا لو ما عملتش دروب بسبب انا عندي مشكله تحت سبب لي مشكله في التريننج انه في طريقه حساب المين سكويرد ايرور. تمام. طيب الستبس زي ما حكينا انه اوكي هذه ممكن نطلعها فوق. الستبس نعمل اكسكلود للاوبجكت اتريبيوت نحدد الاكس والواي. بعتقد انه هاي صارت مش لازمه لانه احنا انا استخدمت اليوتيليتي فانكشن فهاي النقطه خلاص بطلت محتاجينها. تمام. بعدين بدنا نقسم البيانات وبدنا نعملها load as tensor slice. وبدي اضيف خطوه هنا اوريدي عملتها في الكود اللي هي بدنا نعمل shuffle and patch. نقسم البيانات as batches نعملها shuffle بالاول بعدها بنقسمها كباتشز وبعديها بنطبق السيكوينشال موديل. طيب هاي اول خطوه عملنا اكسكلود للاوبجكت وعملنا دروب للميسنج للصفوف اللي فيها ميسنج فاليو. تمام. وهنا انا فوق عندي هنا عملت سبليت للديتا. الخطوه اللي وراها مباشره عملت سبليت للديتا. سبليت للديتا استخدمت ترين تيست سبليت من الاسكي ليرن. اديته الداتا فريم وحكينا انه 20% ترين وتست. وهنا الترين رجعت قسمتها لترين وفاليديشن. فبالتالي انا عندي هنا ثلاثه بارتيشنز مش بنشتغل صح زي ما احنا عملنا كنا نعمل سابقا. فانا عندي ترين وفاليديشن وتست ثلاث اقسام. وهنا بشوف انا قديش احجام البيانات انا عندي. عندي في الترين عندي 5600 في الفاليديشن 1400 والتست 1700. كيف لا 20 بالضبط. الفاليديشن اصغر من التريننج ولا اصغر من التست قصدك؟ هجيت هنا التست سايز. تست سايز 20 فبالتالي هنا الترين كان 20 والتست 80 والتست 20. هجيت ال 80 هذه قسمناها اخذنا منها 20 للتست والباقي 80% من ال 80 الاصليه للترين. ليش بنستخدم يا جماعه الفاليديشن؟ عشان نعمل تونينج للباراميترز بالضبط. لانه لو انا عملته على التست معنى ذلك انه انا بصير في عندي زي كانه غش. فانا عشان اشوف الموديل كيف انه هو اكيوريت او قديش انه هو جود بشوف باخذ بارت من البيانات هذه تيست يعني بمسكهاش خالص في وقت الديفلوبمنت للموديل. لا بستخدمها في التريننج ولا بستخدمها في الباراميتر تونينج. باراميتر تونينج في عندي شغلات كثيره في الباراميتر تونينج. هنا في النيورال نتورك تحديدا الباراميترز تبعتي ايش هي؟ الويتس. تمام. فبالتالي زي ما شفنا في الرسمه السابقه انه هو بيعمل ترين على هاي وبعمل ابديت للباراميتر. تمام. وبعد ما يخلص الايبوك هذه بروح بعمل تيست على الداتا فبالتالي بيطلع انا عندي هاي الحسابات قديش انا عندي اللوس وقديش انا عندي المين ابسوليوت ايرور. كيف انه بعمل ترين على الترينينج بارت. تمام. وكيف بده يحسب المين سكويرد ايرور او المين ابسوليوت ايرور او الفاليديشن لوس. انه لانه هنا عندي فاليديشن لوس هنا بكون حاسبه على التست على الفاليديشن داتا سيت. تمام.
فبالتالي انه بدل ما انت تحسب على التريننج نفسه لا خليت انت بارت للتريننج وبارت انه انت بتحسب عليه قديش الايرور. طيب هذه اليوتيليتي فانكشن مرت علينا في مثال سابق انه ايش انا بديها، بديها انه اسمها دي اف داتا سيت بالفورمات تبع التنسور فلو، عشان هيك دي اف تو داتا سيت، او عفوا داتا فريم تو داتا سيت. الداتا سيت هي الفورمات تبعت التنسور فلو، بديها داتا فريم وعدلت عليها، انا ضفت باراميتر تاني اسمه التارجت بدل ما انه احنا نعمله هارد كودد هنا، بصير بمرره كباراميتر. شفل باي ديفولت ترو، والباتش سايز باي ديفولت حطيته 100. ناخذ نسخه من الداتا فريم، نعمل بوب للتارجت، وبنحمل الداتا فريم هذا از تنسور سلايسز، يعني از تنسور داتا سيت. كيف؟ tf data dataset from tensor slices، بديله الداتا فريم والليبلز. هنا بفحص اذا كان في عندي الفلاج تبع الشفل، بروح بعمل شفل للبيانات تمام. وهنا قبل ما ارجع بروح بعمل باتش للداتا سيت باستخدام الباتش سايز. هذا استدعاء الداله، حددت الباتش سايز 100. وهنا ترين دي اس، استدعيت الداله، اديته البارت ترين، وهنا فاليديشن، وهنا تيست. طبعا التارجت هو نفسه كل مره، اسم الاتريبيوت اللي هو البرايس. طبعا هنا شفل انا ما مررتوش لانه باي ديفولت ترو، فبالتالي ممكن انه انا عشان يكون الكود ريدابل اكتر ممكن اخليها انه ترو تمام. وهنا الباتش سايز بتساوي الباتش سايز، الباتش سايز هذا الباراميتر، والباتش سايز هذه الفاليو اللي هنا اللي قيمتها 100. وهنا حكينا انه الشفل مش مهم في الفاليديشن ولا في التست، وين مهم؟ في الترين، لانه بصير ابديت للباراميتر بناء على البيانات. اما في التست بصيرش في حساب لاي باراميتر، انا بحسب ايرور، وحساب الايرور في الاخير انت بتاخد او بتجيب مجموع الايرور بغض النظر عن ترتيب البيانات. فبالتالي عشان هيك الترتيب هنا مش مهم. الباتش بدك ترجع عندي هنا، مين يحكي لنا ايش الباتش يا جماعه؟ بقسم البيانات لمجموعات، و يعني هذه الايبوك هذه كلها تمام، كل ايبوك بروح بقسمها لمجموعه من الايتريشن، كل ايتريشن فيها مجموعه من الباتشز تمام. هلقيت انه كل ما يعدي باتش معينه في التريننج هو بعملش ابديت للباراميتر اكزامبل باي اكزامبل، كل ما يعمل ترين لاكزامبل معين بعملش ابديت للباراميتر، بدوش يستعجل. ليش؟ لانه بده ياخذ فكره عن البيانات وبعديها بروح بعمل ابديت للباراميتر. فبالتالي بعد ما يعدي باتش معين بعمل ابديت للباراميتر. فهي فكره تقسيم لترين لباتشز، انه بعد قديش اعمل ابديت للباراميتر عشان ما يستعجلش في عمل الباراميتر، عشان ما يصيرش في عندي اوفر فيتنج. طيب الآن بدنا نجهز النيورال نتورك، فعشان هيك أنا بدي أشوف أسماء الأعمدة. كيف بدي أشوفها؟ اللي هو data frame dot keys، هي الروم والبرايس والديستانس بوستال بوست كود إلى آخره. بلاحظ إنه البرايس هنا موجودة معايا تمام، وهدول بدنا نحولهم لإيش؟ بدنا نحولهم حاجة اسمها إنه فيتشر كولوم لنيوميريك كولوم. يعني هنا لو طلعت على الامبورت معايا، هاي from TensorFlow import feature column، في الفيتشر كولوم انا في عندي نيوميريكال وفي عندي كاتيجوريكال، وهذا احنا اتفقنا انه كله نيوميريكال استثنينا الاوبجكت. فعشان هيك في هاي الخطوه كله بدنا نحوله ل نيوميريك اتريبيوت في التنسور فلو.
فبنروح بنلف على كل كولوم موجودة في الداتا فريم دوت كيز، هاي الكيز تمام، وبحكي إذا كان الكولوم بيساوي برايس بدي أعدي عليه. ليش؟ لأنه إحنا عملنا له بوب هنا أصلا، يفترض إنه مش موجود في الإكس، يفترض إنه مش موجود في الإكس. تمام؟ تابعين معايا يا جماعة؟ واضح؟ وجوهكم بتقول غير هيك. واضح يا جماعة؟ فهنا أنا عندي ليست فاضية، كل مرة بعمل فيها أبنت للكولوم هذا بعد ما أعمل له فيتشر كولوم ونيومريك كولوم. بعد هاي الخطوة بتسهل علي إنه أنا أعمل الانبوت أنا عندي في النيورال نتورك. فهنا عرفنا سيكوينشال موديل وضفنا إيش؟ لاير، ايش اسمه؟ دنس فيتشرز. هذا لاير جديد، بدل ما اضيف دنس لاير واحط له الانبوت شيب، لا خلص باستخدام الدنس فيتشر اديته الفيتشر كولومز هذول اللي انا عبيتهم هنا بعد ما حولتهم لنيوميريك كولوم. فخلاص انه هو لوحده بروح بعرف قديش الانبوت تمام وبستقبل فيه البيانات. وبعد هيك ضفت لاير ثاني دنس في 128 نيورون والاكتيفيشن ريلو وكمان لاير وهذا الاوتبوت. تخيل حناخد درس انه اذا كانت النتورك كبيره بيصير في عندي اوفر فيتنج، واذا كانت النتورك صغيره بيسبب عندي اندر فيتنج. ففي درس اسمه اوفر فيتنج واندر فيتنج، حنعمل ثلاثه نتوركس، واحده صغيره والثانيه متوسطه والثالثه كبيره. فبالضبط فيش بقدرش اقول لك والله الثلاثة لايرز بيمشي الحال، لا، انت اعمل نتورك كبيرة وصغيرة ومتوسطة وشوف الايرورز فيها وساعتها بتعمل مقاربة انه ايش الافضل. نعم الدنس فيتشر تعتبر ايش؟ هاي صحيح مزبوط. انت عشان تديها عشان تقدر يا هذه قاعده بتستقبلش بيانات عاديه، لازم انه انت تحول الفيتشرز هدول لفيتشرز من التايب تبع تنسر فلو. فعشان هيك انا عندي فيتشر كولوم نيوميريك كولوم وديت الكولوم هذا اسم الكولوم تمام. بعد هيك بنشوف ايش انا عندي في لوس. حددت اللوس هو المين سكويرد ايرور والاوبتمايزر ادم، والمتريكس هو المين ابسوليوت ايرور والمين سكويرد ايرور. طيب قبل هيك احنا استدعينا الفت وايش اعطيناه؟ اكس وواي بالضبط. الان احنا ايش ادينا له؟ الاكس والواي هنا، لانه هنا ترين دي اس. لاحظي انا ايش عملت له؟ اديته هنا لما حولنا لتنسور سلايس اديته هاي الاكس وهاي الواي. فبالتالي الاكس والواي هاي هم موجودين في هنا ترين دي اس. ايش عملت له؟ سبلاي كمان لفاليديشن داتا، هذه جديده بالنسبه لنا لانه احنا قسمنا الترين وفاليديشن وتست تمام. فالان انت بتعمل ترين وبتحسب الايرور على الفاليديشن، فبدي اعملها سبلاي، فهذا اسم الباراميتر فاليديشن داتا بتساوي فال دي اس، والايبوكس هنا 100. ببدا بعمل تريننج تمام، وهنا اخر خطوه بعمل ايفالويت. ايش بيطلع لي؟ بيطلع لي اللوس والمين ابسوليوت ايرور والمين سكويرد ايرور. طيب عالي هو كتير، انه احنا عنا البرايس عالية، عالي الايرور كتير. الان انا بدي اشغل من اول وجديد وهنا بدي استنى عن جزئية الترينينج الفت.
هيو بدل ايبوك الاولى والثانية هنا ايش بتطلع؟ كيف؟ نعم على ايش بدي اطلع هنا؟ خليني بدي اروح هنا على المين ابسوليوت ايرور هنا 46 نزل 45 طلع تاني 46 45 نزل 44 بنزل 42 39 38 خلص اخر اشي 32 بنزل معناته تمام فايش ممكن اسوي هنا ممكن احط هنا بالضبط احط 500 ابدا بالتدريج بعدين احط 1000 واشوف كيف الامور بتصير معايا بس احنا لسه في اول 100 هنا واصلين في 26 27 انا بستناه يعدي ال 100 واشوف كيف الامور نعم اللوس هو الايرور اللي هو الاكشوال ماينس التارجت صحيح واللوس فانكشن احنا حددناها من سكويرد ايرور صحيح هذا هو الاوبجكتيف بالضبط هذا هو الاوبجكتيف فقلت في المتين الثانية نشوف هايو بدأ ينزل للخمسة وعشرين يعني تمام في بعض البروبلم لغاية الألف لغاية الألفين إيبوك ممكن انه انا اشوف كيف انه وهذا الإيبوك سريع يعني لانه الديتا سيت انا عندي الترين اصلا في حد ذاتها 5000 وهي نيوميريك فبالتالي الحسابات تبعتها مش كتير معقدة فبخلصهم الألف بسرعة يعني بعتقد سبعت عند 25 بيزيد وبنقص بيزيد وبنقص أربعة وخمسة فهو بيعمل فلكشويشن على الأربعة وعشرين والخمسة وعشرين قاعد هذا في أي إيبوك بعد ال 300 انه خلاص بدت الامور انه خلاص فعشان هيك انه انا ممكن اجرب شغله ثانيه اللي هي ايش اشوف ال activation function ثانيه اشوف عدد النيورونز عدد اللايرز كل هاي الامور فهنا خلاص انه بعمل ستوب وهنا ممكن استكفي ب 300 خلاص واشوف احسب الايرور عليها واشوف لي باراميتر ثاني هو شوف اذا كان التارجت تبعك بين الزيرو والواحد افضل حاجة له مين سكويرد ايرور اما اذا كان رقم كبير هو البرايس اسعار البيوت 100,000 و200,000 ويعني شوف الكيرنل هاي يعني اللي حلو او اللي عجبني فيها انه شو بيعمل 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 ديست بلوت للسيل برايس
شوف لي فئة الأسعار من إلى قديش، وإيش أنا عندي كهيستوغرام، قديش أسعار البيوت بتتراوح. يعني أنت عندك هذا الرقم قديش، كم صفر؟ هاي 2 4 100 ألف. يعني أنت بتقدر تقول إنه أغلب الأسعار بين 100 ألف لغاية 300 ألف، فبالتالي رقم كبير. كيف؟ صحيح، لانه هذه مش اوبتيمال واي انه احنا يعني انت كمان مره يا جماعه، انا في الاكزامبلز قاعد بنتعلم تكنيكس، بنشوف ايش كيف انه احنا ممكن نقلل ايرور، زي ما صار في الانترودكشن والانترميديت ماشين ليرنينج، اخذنا كيف انه احنا نتعامل، وبعد هيك شفنا في النهايه انه ايش افضل طريقه انه انا اجيب اقل سكور، ووصلنا لغايه اقل سكور تقريبا لغايه الان 14 ألف. وذكرت انه انا بعتقد انه لسه ضايل مساحة للإمبروفمنت، انه احنا اخر كيرنل استخدمنا فيها الاكس جي بوست ما عملناش بري بروسيسنج للكاتيجوريكال، انه عملنا ليبل انكودينج وون هوت انكودينج. فبعتقد انه لو دمجنا هدول التنتين سوا ممكن انه يصير في تحسين، نوصل لغاية ال 11 ألف او 12 ألف، يعني ال 14 ألف تنزلها 1000 أو 2000. فهنا في المثال انه احنا بنركز عليه انه احنا بدنا نشوف كيف بدنا نحضر داتا سيت خارجيه نقراها بالباندا، نعمل نيورال موديل سيكوينشال موديل، ضفنا ظبطنا اللايرز تمام وخلص. اول رن عندك ظبط خلاص، بعد هيك بتصير بتفكر في الامبروفمنت. تمام كيف؟ لأنه هنا في هاي اليوتيليتي فانكشن شو عملت هنا؟ إنه دي اس في التحويل هنا from tensor slices اديته data frame والليبلز. والليبلز شو سويت؟ أخذت data frame، أخذت منه نسخة، والليبلز عملت pop للتارجت. لانه الدي اس هذه هي عباره عن تابل اكس وواي. هجيت هنا الليبلز هي عباره عن الواي صح؟ ايش ضل في الداتا فريم بعد البوب؟ ضل كل البيانات ما عدا هذا التارجت صح؟ كل الاعمده ما عدا هذا التارجت. فبالتالي عملنا له سلايسنج، ايش اديته؟ الاكس والواي. فبالتالي هذا الناتج اللي هنا اللي احنا بنرجعه هو عباره عن اكس وواي سوا. لا ما فصلنا يوش وين؟ سبلت لترين وتست، مش سبلت اكس وواي. لا هذا الكود اللي فات، الكود المحاضرة اللي فاتت كان في اكس وواي. هنا هنا كان مكتوب اكس وواي ومسحتها لقيت. يعني هنا في النوت كان في المارك داون كان في اكس وواي ومسحتها. بس هنا اعمل سكان للكود معايا، هذه امبورت للباندا، هذه ريد، وهي الهيد، وهذه عملنا اكسكلود للاوبجكت وعملنا دروب للان اي، وهنا قسمنا بالترين تيست سبليت من الاسكيلر. ما عملناش اكس وواي بالمره، دروب ان اي ماشي. هنا جوا الدالة تبعت التحويل، تحويل من داتا فريم ل DS تنسور داتا، تنسور فلو داتا. نعم هايو هنا لما باجي بستدعي الفانكشن رحت اديته اسم العمود، التارجت تبعي هو برايس. فهنا انا عملت الـ هنا الفصل للاكس والواي جوا الداله هذه، خلاص هي اللي بتسوي كل الشغل. واحنا اتفقنا انه هنا خلاص يوتيليتي فانكشن، وانه انا حسويها على 3 بارتس. خلاص الافضل بالنسبه لي انه اعملها كيوتيليتي فانكشن. شو بسوي هنا؟ بفصل اكس وواي، وهنا بحول لتنسور فلو داتا، بديله الاكس والواي، وهنا بعمل شفل وبعمل باتش. خلص
صار تحضير لكل البيانات. الكود المرة اللي فاتت كنت بحاول فيه أعمل X و Y، بس أنا شفت لما رجعت الأمور إنه لا مش لا تاخد X و Y. أول مثال اللي هو لو رجعنا هنا على documentation ورحت على learn في الأمنست، في الأمنست فاشن learn TensorFlow، وهنا أول neural model لو طلعت معايا هنا هنا هذه الداتا سيت اوريدي بريلودد، او بمعنى اخر انه هي صار لها بريبريشن في الكيراس، فانا بس مجرد عملت كيراس داتا سيت فاشن امنست، وهنا في داله اللود ايش بترجع لي؟ بترجع لي اياهم مرتبات وبعملهم شفل ومعملهم باتشز. انا مش يعني ما عملتش ولا شيء في تحضير البيانات. ايش رجع لي؟ ترين ايمجز، ترين ليبلز، تيست ايمجز، تيست ليبلز از تابلز. وهنا في الترين في الفيت في الفيت ايش اديته؟ ترين ايمجز، ترين ليبلز، اديته الاكس والواي. نعم في السيكوينشال الداتا سيت هذه عبارة عن صور، فبالتالي بحتاج فلاتن. وين 28 بالفت اسم بالضبط هذا الترين، ايوه الترين ايمجز، فهذه عبارة عن 28 في 28 بكسل، يعني مجموعة صور 28 في 28 بكسل. الصورة ايش؟ حاجات هدول صور اصلا انه هي صور جراي سكيل زي ما انت شايفة، والصور هذه انه بتتحول لنمبي اري. لا هي في الاول بتكون من 0 ل 255 جراي سكيل، تمام؟ فنمبي اري عبارة عن 2D اري، هي اصلا اوريدي جراي سكيل، هي اصلا اوريدي الداتا سيت هذه الفاشن امنست هي اصلا اوريدي جراي سكيل. اللي احنا سويناه انه احنا بس عملنا حولنا الرينج هذا من 0 ل 255 ل 0 و 1. قصدك بدك تجيب الصوره خارجيه ونعملها انبوت. اول خطوه ايش بدك تسوي؟ لا بدك تقرا الصوره. في انا عندي في البايثون داله اسمها او مكتبه اسمها ايمج داله، يعني مكتبه بتتعامل مع الايمجز، ففينا عندي ايمج ريد، فبروح بقرا لي اياها فعليا كصوره. بالضبط كصوره بانه هي عباره عن اري، فلو كانت هذه الصوره ملونه ار جي بي فبالتالي بتكون عباره عن ماتريكس 3 دي ثلاث مصفوفات، واحدة للريد، واحدة للجرين، واحدة للبلو، تمام؟ بعد هيك بروح بطبق عليها فلتر انه انا احولها لجري سكيل، فصارت من RGB من ثلاث مصفوفات لمصفوفة واحدة، والرينج تبعت الفاليوز مصفوفة 2D طبعا. حكيت ثلاث مصفوفات لصارت مصفوفتين، بعد ثلاث مصفوفات 2D، ثلاث مصفوفات 2D، هلقيت تحولوا لمصفوفة واحدة 2D، والرينجز تبعهم من 0 ل 255 جراي سكيل. بعد هيك الجراي سكيل هذا رحنا حولناه للرينج 1 ل 0. فلو بدك تعملي فيد لصوره بدك تعملي لها بريدكت، بدك تطبق الخطوات هذه، تقرا الصوره تحوليها لجراي سكيل، او قبل ما تحوليها لجراي سكيل بدك تعملي لها سكيل ل 28 في 28، بعديها تحوليها جراي سكيل اذا مش محوله، بعديها تعملي لها نورماليزيشن لزيرو واحد، وبعديها
بتصير تستدعي هذه الدالة مباشرة. لازم أقرأ الصورة بعدين. نعم. هنا كان إنه مثلاً هاي إيمج تيست إيمجز أوف الواحد، فهذه عبارة عن تيست إكزامبل. فهنا بدنا نعمله بريدكت، فايش بسوي؟ إنه موديل دوت بريدكت وبديله الإيمج هاي. برجع لي سوفت ماكس اللي هو القيم هاي 10 قيم، فيكتور في 10 قيم، القيمة الأعلى هو بكون الكلاس ليبل، فعشان هيك إنه أنا بروح بعمل ان بي ارج ماكس. نعم. بس محصول إيش؟ إيش معين؟ الكلاس معين؟ هنا حسب الإكزامبل أنا عندي هنا 10 كلاس ليبل، 10 أنواع من الكلوثز، اللي هو تي شيرت، تراوزر، بولوفر، دريس، كوت، صندل إلى آخره. نعم، من 0 إلى 9. نعم. وتتعامل معها فريمز فريمز، فبتعمل لوب إنه فور فريم إن فريمز. فريم هو عبارة عن صورة. طيب فزي ما شفتوا هنا انه احنا عملنا فيد للإكس والواي في الفيت، هنا فيت إكس وواي، بس هنا انا عندي الإكس والواي انا عندي في المثال تبعي انه موجودة as tuple، فبالتالي هنا بعمل فيد لترين دي اس، تمام؟ فهو خلاص انه هو بعتبره انه هو الاكس والواي لوحده، انه هو بعتبره الاكس والواي. فبالتالي الطرق هنا ممكن انه تلخبطك شوية، برجع باكد عليك انه احنا خصوصا في تنسور فلو، خصوصا في تنسور فلو، انه احنا النظام تبعنا نظام وصفات، نظام وصفات، انه انت تاخد وصفة وبتعدل عليها، تمام؟ انه انت تاخد انه وصفة معينة بتسوي شغلة معينة وبتعدل عليها عشان تعمل معينة، وممكن تاخد كود من اكتر من وصفة وتحطه في الوصفة تبعتك، تمام؟ فاذا انت كنت فاهم كويس وعارف انت ايش اللي بتسويه بتحترقش معاك الطبخة. اما اذا ما كنت الشيف شاطر، تمام؟ فبالتالي انت بتركب اكواد مع بعض وبطلع معاك كله باجز في باجز، فبتزبطش معاك الامور. يعني انا بحكي لك انه انا اشوف قديش كم سنة بتعامل مع تنسور فلو، مستحيل ينحفظ، مستحيل. ومع الابديت مع الفيرجن والديبريكيشن لكل الفانكشن هذه، لا ما بتلحقش، بتلحقش خالص. كيف؟ ملهاش ايش؟ بالضبط، خلص الكونسيبت تبع الماشين ليرنينج والديب ليرنينج صار موجود عندك، بس بدك تشوف لك وصفة وانه تشتغل عليها. نعم. اشوف ايش؟ مستحيل ابسوليوت. هذا في نيجاتيف مين ابسوليوت ايرور، بس المين ابسوليوت ايرور العادي مستحيل، لانه ابسوليوت. في الكروس فال تحديدا، في الكروس فال تحديدا بدك تستخدم نيجاتيف، نيجاتيف مين ابسوليوت ايرور، وبعدها بتضرب في سالب واحد عشان ترجعها. بالضبط. طيب
هذا مؤقتا عبل ما انا احط عبل ما احط لكم اياه على تنسر فلو. ممكن احط لكم اياه على المجموعة الان عبال ما اذا حدا حابب انا ليش دخلت على الكلية كيف؟ النيورا نتورك مع ايش؟ اللي هو دي ان ان ريجريسور. هذا هنشوف البري ميد استيميتور. لا ممكن الريجريسور لوحده بيجيب لك نتائج كويسة. هاكيد حندخل عليه الان. احنا حكينا انه متى بستخدم كروس فاليديشن ومتى بستخدم ال انه انا استخدم ثلاثة بارس ترين فاليديشن تيست. طيب فهاي الداتا سيت صارت موجودة عندك الايرس تمام، فهي ممكن تاخدها زي هيك. فبدك تاخدها as row زي هيك، بتعمل هنا right click وبتاخد اللينك copy link وبتستخدمه معك تمام. نعم لا الرابع ادخل على الجيت هاب عندي تمام، تدخل على داتا والايرس هنا بتروح بتاخد من هنا من الرو عشان تاخد اللينك المظبوط، يعني انه ينزل لك اياه كفايل. رايت كليك كوبي لينك او هيو هنا على الجروب. اوكي انا وين بكتب هاي موجود هنا تمام. انت حاول تاخذ الكود حقت الكلاس ليبل انت عندك مختلف هنا كاتيجوريكال، فبالتالي المتريكس حتختلف وايش كمان، والاوتبوت لاير حيكون سوفت ماكس. الاوتبوت لاير حيكون سوفت ماكس تمام. طيب للناس اللي بتشتغل على نظام على نظام الباينري كلاسيفيكيشن
اللي هو 01 زي التايتانيك داتا سيت، ممكن تستعين هنا وين في البيزك كلاسيفيكيشن لايش ايش الداتا سيت. هذه امنست في كان عندي، لا مش في في الجايد، في الاكزامبل تبع الهارت ديزيزز، فهنا اسهل حاجة انه اكتب هارت. هذا المثال from باندا، هاي الداتا سيت هذه اللي هو هارت سي اس في، انه هاي انه حملها زي هيك تمام، وشكل الداتا سيت اللي بتعامل معاها هنا انه في الاخير انا عندي التشخيص انه التارجت هذا عبارة عن انتجر محطوط 0 او 1، فبالتالي هنا ممكن اختار اللوس عبارة عن باينري كروس انتروبي، يعني هذه بروبلم مشاهبة. عشان هيك انا بقول لكم ايش معنات انه انتم تستخدموا مواصفات، انه انتم تتعرفوا على الامثلة. مثال الهارت ديزيز انه في تو كلاسز 0 و1، يا اما في عنده تشخيص او لا، فبالتالي هنا تستخدمي متريك اكيرسي وبتستخدمي هنا باينري كروس انتروبي لانه هي باينري كلاسيفيكيشن، وهنا الاوتبوت لاير بيكفي واحد لانه حيطلع 0 او 1 بس الاكتيفيشن هنا سيجمويد، فبتعمليها انه زي هيك. الناس اللي بتشتغل على تنسور فلو على عفوا الايرس، في انا عندي 3 كلاسز، فبالتالي ممكن تستعين بالامنست فاشن وين موجود صحيح، بس انه ياخذ اكواد من هناك، انا بقصد انه يشوف الاكواد من هناك لانه مش ما بتنحفظش هاي الاكواد تمام. فبدك تروح وين على في البيزك، في البيزك كلاسيفيكيشن اللي هو الامنست فاشن تمام. وانا عندي انا عندي الكلاسز هنا من 0 ل 9، احنا عندنا من 0 ل 2 تمام، فبالتالي هنا الاوتبوت بتحطه سوفت ماكس بالضبط. هنا 10 عشان انا عندي 10 ليبلز، انت بتحط 3 او بتحط الاكتيفيشن سوفت ماكس بين كوتيشن، طبعا بالكوتيشن اسهل لك. وهنا في الموديل شو بتختار، وين الموديل في عندك سبارس كروس sparse categorical cross entropy، sparse categorical لانه انت في عندك ثلاثة كاتيجوري، فممكن تستخدم الاكيوريسي مع هذا اللوس تمام. فبالتالي انت بتشوف ايش البروبلم المشابهة وتستعين بهذا الكلام. فبالتالي هيك بصير معنا مر انه regression، في عندي الاوتبوت عبارة عن رقم واحد والاوتبوت انه يكون 0 او 1 زي التايتانيك، فبالتالي هي عبارة عن باينري كروس انتروبي، والاوتبوت يكون عبارة عن مالتي كلاس ليبل زي الايرس، فبالتالي بدي استخدم شغلة زي السبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. لا الفلاتن دائما للصور ريجريشن صحيح. قديش حجم هالتايتانيك؟ قديش عدد الاكزامبلز؟ 600 يعني اكثر شويه من الايرس ممكن. ترين لحال 600. طيب
طبعا هذه اكسكلود بتبطل انه هي valid. فبالتالي بالضبط لو هو التارجت تبعي لو استثنيته لا مشكلة. نعم طيب فبالتالي انه هذه راح تنشال تمام. وهنا قبل الترين والسبلت بدي احط كود انه عشان اعمل ليبل انكودينج للديتا فريم. انا بفكر انه انا استخدم في الباندا انه ممكن يكون في عندي مدام انه هو عمود واحد ممكن يكون في عندي طريقة اسرع للتعامل معه. كيف؟ صحيح بس انا بقول انه ممكن انه يكون في عندي في هذا اسكيلر في الباندا انه طريقه انه انا اعمل انكودينج اوكي. فبالتالي انه ممكن هادي احنا وين هادي بدي اعملها import from sklearn. هو عمل import sklearn from sklearn import من هوت انكودينج على الكاتيجوريكال من فاعش لما يكون التارجت تبعي كاتيجوريكال. صحيح لانه انت عادة بيكون في عندك وان تارجت يعني انه وهنا انا اسم الداتا هيو داتا فريم دوت ابلاي ليبل انكودينج. وهنا بدنا نشوف مطبقش عليه. فبالتالي هنا يقول له انه داتا فريم يساوي تمام. واشوف التيل عشان اتاكد اثنينات خلاص هي في سطرين هيك اسهل ارتب اكثر ما انه اطبق. لان الان بنروح باتجاه نعمل ترين وتست سبليت. فهنا بدي اخلي التست سايز اقل 10% وهنا برضو اخذ 10% لانه الداتا سيت اصلا اوريدي صغيره. هذه اسم داله بحطهاش بين قوسين لانه هي عباره عن باراميتر لداله الابلاي. فهي بمعنى انه بتروح بتلف لي على كل الداتا وبتروح بتطبق هذا الكلام.
طيب هنا قللت الترين والتست، وهنا بدنا نحط انه هذه 10 الباتش كيف؟ التارجت بده يكون سبيشيز هنا اسماء الأعمدة بما فيهم السبيشيز، وهنا بدي اروح الف عليهم واحولهم لنيوميريك لانه كان في الهاوس برايسد داتا سيت كان في عندي كاتيجوريكال فبدي استثنيهم، بديش ممكن اعملهم ليبلين كودينج، ممكن اطبق عليهم نفس هذا الكلام هذا تمام، بس ما كنتش مركز على هذا الموضوع كتير، كنت مركز انه انا بدي يكون في عندي الكود شغال بالضبط، فخلص بس يعني استثنيتهم لتسهيل الموضوع يعني، لكن الاولى انه انا اعملهم ليبل انكودينج زي هيك. طيب هنا بدنا نحوله لفيتشر كولوم، والفيتشر كولوم هذا شوف كيف شكله، فبالتالي حول لي اياه كتنسر، هي اسمه وهي الشيب تبعه انبوت، فبالتالي هذا عباره عن انبوت نيورون وكل واحد التايب تبعه فلوت 32 تمام. هنا فيش نورماليزيشن، ممكن نطبق نورماليزيشن، وهنا هاي الفيتشر انبوت وهي الاوتبوت ايش؟ الاوتبوت 3 والاكتيفيشن بتساوي سوفت ماكس. ال حسب الوصفات اللي شفناها انه اللوس المناسبة ايش كانت للكاتيجوريكال، احنا شفناها هنا فتحت اللوس مش المتريكس سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. كروس انتروبي كلمة واحدة، وهنا بده يصير accuracy. هذه شغلتها لا طيب. الآن اللي كان يسأل عن الإيبوك، أنا إيش بسوي؟ إيش سويت؟ حطيت 300 صح؟ باجي بطلع هنا على الفاليديشن لوس، وينها هاي؟ هنا 21 22 22 21 22 ثابتة نوعا. طيب نيجي نطلع هنا 27 26 25 26 25 في فلكشويشن، يعني انه عماله انه بلف حوالين هاي النقاط يعني، فعشان هيك هي الداتا ست اصلا صغيرة يعني، هذا الاشي مش مهم، انا بهمنيش هنا الاكيوريسي 20 20 20. أنا كيف؟ صحيح، بس أنا عندي هنا في اللوس، هنا في اللوس إنه بسبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. عفوا هذا الران السابق، أنا لسه هاي شايف ما مش مشغل لسه. لسه مش مشغل. هيك الاكيوريسي بتطلع معي. فهيو بالذبذب انا 300 خلاص، انا ما ستوب، نحط 50 اول نشوف كيف. عندي
واحد 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 لأنه يعني الايرس الداتا إنه سهلة بالضبط إنه صغيرة يعني. فبالتالي وهي الـ validation accuracy 85 85 85 كله ثابتة يعني تقريبا. تمام. وهنا 93 يعني إنه النسبة النهائية 93. تمام. فهذا الايرس إنه التعامل معها بهذه الطريقة. هي بس يعني شوية تعديلات على الوصفة بيمشي الحال. تمام. بما يلائم. كيف؟ 93 على التست 93. خمسين جاب أحسن. أنا 50. أنت قديش عندك؟ غيرتها يا ابن شو؟ على 100 جاب أحسن. على التست هاي 100. هي داتا سيت صغيرة يعني مش انه احنا بس بدنا انه خلاص اروح ارجع على الدوكيومنتيشن اختار اللص المناسبة والمتريكس المناسبة وكيف انه اريد اعمل فيدينج للبيانات انه كانبوت فيتشر وبس. هاي التركيز هنا. فهادي نجيب تقريبا نفس النسبة عندي بعد 100 ايبوك نفس النسبة عندي. طيب احنا ناخد بريك بعديها بدنا ننتقل على هذا المثال ريجريشن بدنا نعمل بريدكشن للفيول افيشنسي استهلاك الوقود في السيارة. هذه ريجريشن بروبلم وحنشوف كيف نتعامل معها. وبعديها بدنا ندخل في البري ميد استيميتورز في التنسور فلو انه في انا عندي دي ان ان كلاسيفاير دي ان ان ريجريسور بتسهل علي الشغل بشكل كبير. لا مش هادي. حطيتش اللينك وين سيبه على الجوجل درايف. فبالتالي لو فتحت الدرايف تبعك بتلاقي فيه مجلد لونه أصفر بتلاقي فيه كل الكولاب نوت بوكس أو تفتح الكولاب مرة تانية وتشوف الريسنت بطلع لك.
النسخه الموجوده على الكاجل 1.14 لو ممكن ان احنا بدنا ننزل ممكن نعمل بيب انستول تنسور فلو ماينس ماينس ابجريد بنشوف هل الابجريد انه بكفي انه هو يجيب الليتست ولا لا. ف أو ممكن ناخذ هذا الكوماند من هنا. هذه الكوماند مش شغالة. بده انترنت كونكشن. كيف تفعل انترنت كونكشن؟ هنا بتروح على انترنت، هي هنا بيكون اوف بتحطه اون. أيوة من هنا، هنا بتفتح وهنا تحت من الاعدادات انه انترنت هنا محطوط اوف تحطه اون. كيف بده انترنت كونكشن؟ لا بده ابلكيشن على الموبايل نمبر. لا انا الرساله اللي طلعت معي قبل شويه انه انا مدخل رقم جوالي في الكاجل لما اجي شغلت امريكان هيك. هيو ابجريد جاب انه 1.14، فبالتالي انه بدنا نجرب هاي الكوماند. بنزل عادي هيك ضن. لا في باكج، في باكج انه محتاجة تنسر فلو 1.12 فهنا عملها ان انستوليشن. لا سكسسفولي في النهاية بس هيشتغل. كيف بورت تنسر فلو از DF. واحد 14. كتير. فممكن نجرب ممكن نجرب الكود اللي كتبناه شوي هنا في واحدة من هذول. هاي لا كل مرة بدك تسوي. يبقى هنا مش نازل. طيب فهنا في هذه الحالة بدنا نروح، هي انستولد على ما اعتقد لانه هنا حاكي انه سكسسفولي تنتر فلو فيرجن كذا سكسسفولي انستولد. هدول الباكجز هدول كلهم. فبدك تشوف في البايثون كيف تعمل امبورت لسبيسيفيك فيرجن. يبقى هنا امبورت او بايثون قبل سبيسيفيك. كيف؟ صحيح. مش عارف هل هذه سيف ولا لا، بس خليني هنا. هذه شوية معقدة.
حذف اثنين بس بدي اكررها مره ثانيه. هنا هل في تنسور فلو موجوده؟ كيف؟ طيب قصدك انه هنا قبل ما انا اعمل هذا الامبورت لا لا هنا عملت ريستارت للسيشن و بنفذ كوماندز عادية وحتى كوماند لينكس ممكن انه هي تتنفذ يعني. بس انا عملت ريستارت للسيشن عشان انا كنت عامل امبورت سابقا فريستارت للسيشن مباشره. هنا بيب انستول تنسور فلو فيرجن 2 ريليس كانديديت 0 وبعديها هنا امبورت هاي الفيرجن 2. في الكيرنل هذه لو بدك انه يعمل انستليشن اللي سال ال حاوي شو اسمك الاول محمد انه هنا ممكن تروح على انستول فبتختار الباكجز فكل مره انت بتحمل الكيرنل هذه فبصير اوتوماتيك انستليشن بدل ما تعملها انت كل مره. فبتحط هنا يا اما من جيت هاب بريبو او بيب باكج نيم اسم الباكج اكتب بيب انستول مثلا مكتبه الانالتيكي لو كانتش موجوده انه هي بنزلها هي الانالتيكي بالمناسبه نازله يعني في مكتبات كثيره نازله فلو اشي مش موجود وبدك اياه ينزل كل مره بتحطه هنا او بتحط الجيت هاب ريبو بروح بنزلها من هناك. طيب نرجع وين على هذا المثال طبعا هنا في هذا المثال بتلاقيه في التوتوريالز في الريجريشن فبدنا نعمل بريدكت للفيول افيشنسي. هذه الداتا سيت مشهوره ومعروفه اسمها اوتو ام بي جي. اوتو ام بي جي هي مايل بير جالون زي ما احنا بنيجي هنا بدك تيجي اشتري سياره انا فبصير بسال انه كم كيلو بتمشي على اللتر بتمشي 8 كيلو او بتمشي 16 كيلو او 18 كيلو على اللتر لتر بنزين تمام. وهنا نفس الاشي فهنا هذه الداتا سيت اوتو من اوتوموبيل سياره يعني ام بي جي اللي هو مايل بير جالون كم مايل بتمشي في جالون
الوقود الواحد. طبعا السيارات القديمة في بداية السبعينات ما كانوش بدقوا على كتير على قضية الإفيشنسي. تمام. فبداية السبعينات والثمانينات كانت الأوتوموبيلز ما كانتش إنه كتير بدقوا على قضية إنه قديش في أنا عندي كونسومشن في الوقود، فكانت في عندهم سيارات بتصرف كتير. هجيت عدا عن ذلك في عوامل كتيرة بتدخل في قديش السيارة بتستهلك وقود. إيش هي؟ سلندرز، عدد الاسطوانات اللي موجودة في المحرك، شو كمان؟ displacement والهورس باور والويت. هذه من الاتريبيوتس اللي موجودة انه هناك. طيب نبدأ الآن من نحمل الداتا سيت او نعمل import للباكيجز تبعتي تنسر flow version 2. طبعا الداتا سيت هذه موجوده في اليو سي اي ماشين ليرنينج ريبوزيتوري، بالاضافه للداتا سيت اللي موجوده على الكاجل في هذا المستودع للماشين ليرنينج ريبوزيتوريز. في داتا سيت كثيره، وهذا المستودع جديد مش قديم، انه بيصير له ابديت باستمرار. يعني على سبيل المثال في عندي اخر داتا سيت انضافت في 24/9/2018. هذه نيوز، هذه نيوز، هذه نيوز داتا سيت، هي 30/7/2019، 24/7/2019 وهكذا. هاي الداتا سيت، هذه الميزة في الموضوع هنا انه انا ممكن اختار الداتا سيت هاي حسب ثيم معين. هذا الريبوزيتوري الثيم هذا من وين بصل له؟ بالضبط. فهنا انه انا بدي اشوف داتا سيت مناسبة حسب التاسك، classification, regression, clustering, others، او انه بدي اصنف الداتا سيت انه كلهم categorical او كلهم numeric او mixed data sets، او حسب الداتا تايب او حسب الاريا. الاريا مثلا زي اللايف ساينس، زي الفيزيكال ساينس، الكمبيوتر ساينس والانجينيرينج، البيزنس، الجيمز الى اخره. عدد الاتريبيوت بدك اياهم اقل من كذا ولا اكثر من كذا. عدد الانستانسز اقل من 127، من 100 ل 1000، اكثر من 1000. هاي الداتا سيت هاي. تمام. فالاوتو ام بي جي ممكن انه انا ابحث عليها هنا. هاي الداتا سيت وهي الوصف تبعها. تمام. ومتى تم تجميعها ومراجع الها. طيب هذا الديسكريبشن. انا في عندي الداتا سيت نفسها، انه انا كيف ممكن انزلها هنا الداتا سيت فولدر. في انا عندي هنا الاسم الداتا سيت دوت نيمز بيحتوي على اسماء الاعمدة. طبعا هو حينزل لي اياهم. كنت بعتقد انه ممكن اشوفها على البراوزر. والديتا هذه برضو انه هي هذه البيانات نفسها. خليني انزلها هنا. اوكي. وهي الديتا. هاي النيمز تحتوي على اسماء الاتريبيوتس ومعلومات عنها. وهنا بحكي لي انه الاتريبيوت اللي بيحتوي على ميسنج فاليوز اللي هو هورس باور، وفي بس 6 ميسنج فاليوز. اما الدوت داتا هي فيها الداتا نفس الداتا سيت نفسها. طبعا هذه تاب سيبريتد،
تمام. فالداتا سيت هذه موجودة في المستودع هذا. أنا حبيت إنه نحكي على المستودع هذا إنه في بعض الأحيان ممكن إنه ألاقي داتا سيت عليه بخصوص تاسك معينة. حكيت هنا حنجيب الداتا سيت هذه حنعملها داونلود من الإنترنت من اليو سي آي ماشين ليرنينج ريبوزيتوري اللي هو أركايف آي سي إس يو سي آي إديو ماشين ليرنينج. بكتب المسار تبعها كامل هنا اللي هو هذا المسار اللي هو دوت داتا. فبالتالي باخذ هذا زي هيك وهي كابي لينك وهو هذا نفس المسار هذا. تمام. فهنا حيعمل له داونلود وحيحاول انه هو يحمله باستخدام الباندا. يبقى هنا بي دي ريد سي اس في وهي اسماء الاعمدة. تمام. وهنا السيبريتور السيبريتور مش تاب يا جماعة. السيبريتور هو عبارة عن سبيس. نعم. لأنه ملف الدوت ديتا أيوة لما فتحناه قبل شوية ما فيش فيه أسماء الأعمدة. بس أسماء الأعمدة ممكن تجيبه من ملف الدوت نيمز. CSV بس ما هو CSV ممكن تستخدم فيه عدة سيبريتور. ممكن تستخدم كوما سيمي كولن تاب سبيس بغض النظر عن الديليميتر. فيش هيدر. فيش هيدر بس هو بيحكي سؤاله عن انه اذا كان الديليميتر الديليميتر صحيح هذا اسم الفورمات العام بس الديليميتر مش بضروري يكون كوما. ممكن يكون كوما سيمي كولن سبيس تاب اي حاجة من الديليميترز هذول. هنا حد التفاصيل كتير انه not available value هي عبارة عن علامة استفهام. وين ما حيلاقي علامة استفهام بيعتبرها missing. فهنا كيف بدك تديله column names للداتا ست هذه اللي ملهاش اسماء. فحطهم هنا في list وهنا names بتساوي column names. وين ايش؟ نعم. علي صوتك شوي. سب هذا هو الديليميتر بالضبط. سب سيبريتور اتصال للسيبريتور. تمام. وبالتالي لو داتا ست هذه انه يعني انا في عندي على الكاجل في داتا ست انه انا حاطط السيبريتور تاب. فبالتالي لما تيجي تفتحها بتقول سلاش تي زي هيك تبعت لتويتر. يعني انا بديش لانه انا البيانات انا عندي تكستشوال داتا فبالتالي في سبيسز. فايش افضل اشي تستخدم؟ والكوما برضو مستخدمة لانه ممكن يجي حدا يكتب نص ويكتب كوما فبدي ادور على سيبريتور انه غير هدول بستخدم التاب. طيب هاي حمل هاي الام بي جي. ايش هو الام بي جي؟ مايل بير جالون. وهذا هو التارجت تبعي. هذا هو اللي انا بدي اعمله بريدكت. يبقى هذه بتمشي 27 مايل او ميل الجالون الواحد. هذه السياره فيها 4 سلندر ديسبيسمنت تبعها 140 هورس باور. الويت الاكسلريشن التسارع تمام. وسنه التصميم والأوريجين. الأوريجين أنا عندي 1 2. الأوريجين بالمناسبة لو رجعنا هنا على النيم هو عبارة عن مالتي فاليو ديسكريت. والأوريجين هذا يفترض إنه اللي هو الكونتري. مش مكتوب معلومات عنها هنا. أكيد حلاقي تحت هناك إنه في معلومات. تفضل. بنعمل ترانسفورميشن صح؟ في الريال لايف هذه الكولوم بتعملها بنعملها ترانسفورميشن مرة؟ أكيد. آه بس عشان هيك البايب لاين بيريح. فالبايب لاين نفس الستيبس اللي أنت طبقتها على الترين طبقها على الريال بالضبط. فأنت بتيجي بتدخل التست إكزامبل
في البرودكشن اللي هو في الريال، يعني الانستانس اللي انت بدك تعمله بريدكشن في الريال بتدخله على البايب لاين، فبعمل بري بروسيس لغايه لما اخر ستيب اللي هي كلاسيفاي. بكون مخزن المابينج لانه مثلا فرانس رقم 1 صحيح بالتريننج صحيح لازم تكون واحد صح؟ نعم. طب البايب بكون مخزن ايش المابينج عنده؟ بالضبط بالضبط. هنا بيجي بفحص انه بنتاكد انه الميسنج، يبقى هنا داتا سيت از ان اي دوت سام كله فيش فيه ميسنج ما عدا الهورس باور فيها 6 فاليوز. هنا 6 من قديش عددهم اصلا؟ عددهم ممكن انه احنا نجيبه هنا اضيف لك ايش اسم الداتا سيت؟ داتا سيت دوت ديسكرايب او حتى انفو. فهنا انا عندي الكاونت 392، 6 من 392 مش قصه يعني، ف بدل ما اعمل ريبليسمنت فخلص بعملهم دروب ان اي. وهنا باي ديفولت الاكسس بيساوي 0. هنا حطينا الواي لحال، يبقى الاوريجين بتساوي داتا سيت بوب للاوريجين. نعم عفوا عفوا مش الواي، هو بده يستبدلها انه هي كاتيجوريكال بالضبط، بده يحولها لون هوت انكودينج. بس هنا يعني عشان هم بس 3 كاتيجوري استخدم كود بسيط جدا. ايش سوى في هذا الكود؟ انه طلع لي هنا على الاتريبيوتس هاي، لا مش هادي، هادي في عندي اي حاجة لها علاقة ب اوكي هادي عشان احنا عملت run all ولما جيت عملت describe جابها بعد شو اسمه، يبقى هادي خلاص forget it مش مشكلة. طيب فهلقيت هنا الاوريجين انه انا عندي محطوط الكود 1 و2 و3. هنا بحكي لي انه يفترض انه هذه الشغله مشروحه في مكان واف في الديسكريبشن او في الداتا سيت دوت نيمز، انه الواحد هي اليو اس اي واثنين هي يوروب وثلاثه هي جابان. حكيت هذا شو بتعني؟ اضافه عمود، لانه العمود هذا اوريدي هيو مش موجود هنا. تمام العمود هذا ايش بيسوي؟ انا عندي هي عباره عن conditional statement، هذا ايش بترجع؟ trues or falses vector، لانه انا عندي هنا عده values في الاوريجن. اذا كانت الاوريجن بتساوي 1 بيرجع true، واذا كان لا بيرجع false. تمام رحنا ضربناه في الواحد، فبالتالي هنا اي بالضبط حيطلع 1 و0. وهنا حول انه هنا ضاف عمود لليو اس اي، وين ما كانت الاوريجين بتساوي 1 اللي هي اليو اس اي فحيرجع ترو وضربها في 1 فحيصير مكانها 1. وهنا 2 وهنا 3، تخيلين معايا ايش حيصير؟ حيصير انا في عندي عمود لليو اس اي، فبالتالي هنا الاوريجين تبع السياره اذا كانت يو اس اي حيكون هنا 1 وهنا اصفار. لو هذه السياره من يوروب حيكون هنا 1 والباقي اصفار زي هيك، واضحه؟ تمام. فبالتالي هذه الستيتمنت اللوجيكال ستيتمنت انه هي بالضبط. هو مش الوان هوت انكودينج حكينا انه لما يكون في عندي 3 كاتيجوري بده ينضاف عندي 3 اعمده بالضبط، فهي 3 اعمده في العمود هذا ايش بده ينحط؟ وين ما في يو اس اي بده ينحط 1 والباقي اصفار.
فبالتالي الفولس هو صفر. لما تيجي تضربه في الواحد، واحد ضرب صفر بصفر، وواحد ضرب واحد بواحد، بضلوا زي ما هو. وهنا اذا كان الاوريجين اتنين بتساوي ترو، فبالتالي ترو ترو في واحد واحد، والبقية حيصير اصفار. نعم بالضبط، واحد يوسي. بعد هيك بدنا نقسم الداتا سيت، بس هنا استخدمنا السبلت. نعم هذه عشان الكاتيجوري، هذه عشان الكاتيجوري بسيطة، هذه الطريقة ممكن تكون مجدية أو أسرع شوي، أسرع شوي يعني. هقلت ليش احنا استخدمنا، لو انا فهمت قصدك، فهمت قصدك انه ما دام انه هم معمولهم انكودنج لارقام، ليش حولتهم ل one hot encoding؟ لانه هدول مش اوردينال. اوردينال معنى ذلك انه واحد اثنين ثلاثة في معنى للترتيب. يعني انت مثلا تيجي لداتا سيت زي الهارت مثلا، درجة الامل الالم قديش، درجة الالم في الصدر، انه انا عندي فيش الم زيرو، عندي الم بسيط واحد، عندي الم اكتر شوي اثنين، فبالتالي الترتيب له معنى. لكن هنا هل في ترتيب، يعني انه سيارات اوروبا لا هي لازم تيجي اول، ولا سيارات اليابان اول؟ لا بالضبط. فهنا انت بتدي له انفورميشن زي كانه هدول زي بعض بالضبط، وان هوت انكودينج. تمام، انا فهمت سؤالك في الاول انه كطريقه الكود تحويل الوان هوت انكودينج، انه في طريقه بتعمل هيك، بس هو عملها هيك بشكل سريع لانه بس ثلاث فئات. انا فهمت سؤالك انه احنا بالكود ليش ما عم نستخدمناش الطريقه هذيك، بس انت سؤالك اعمق انه هم ارقام اصلا، ليش احنا عملناهم وان هوت انكودينج؟ بالضبط، كنا دائما نعمل العكس، بس احنا لا مش احنا نعمل العكس، بس هم لسه ضايلين ارقام. فهنا تطلع هنا تطلع انه هذا عمود اسمه يو اس اي يقبله واحد والبقية اصفار. ليش ما خلينا عمود واحد اسمه كنتري ويكون زيرو واحد واثنين، او واحد واثنين وثلاثة؟ شو السبب؟ لانه ممكن بس انت بتدي مع، يعني انه بدي ادي معلومات للنيورال نتورك انه هنا ما انه في شيء، هدول في شيء ترتيب فيهم، هذا العمود في شيء ترتيب، في شيء معنى للترتيب. مع الايريس، المشكله في الايريس انه هو التارجت، والتارجت كيف بدك تطبق عليه وان هوت انكودينج؟ يعني انت عندك التارجت لازم يكون عمود واحد، الواي عمود واحد، فهنا حتحول ثلاث اعمده في الوان هوت انكودر. كيف طب افترض انه انت عندك الكونتري هي التارجت، فايش بدك تسوي؟ أنا بحكي في لما نيجي نبني الموديل الأوتبوت لير كيف بيكون شكله؟ يعني هو بحكي إنه في الأيريس ممكن نجرب عليها الوان هوت إنكودينج. حكيت له بس المشكلة إنه الأيريس إنه السبيشيز اللي بده يطبق عليه الوان هوت إنكودينج هو التارجت، فبالتالي التارجت حولته أنت من عمود واحد صار ثلاث أعمدة. عبد الرحمن صحيح
اه منفعش. نعم فكرت قصده يعمل هاي نفس الطريق هاي على الثانيه. لا لا بنفع انا بقول لك لا لا انه مش هيك قصده. اه تمام. هو الكافيين ما كانش كفايه يبدو. لا 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 انا فعليا بحب الاسئله لانه اللي بيسال انه هو بيكون مركز معايا. بس في ناس نصحوني قالوا لي لا لا انه تعودهم مش لانه بصير يسال يعني. بالضبط. انا بالنسبه لي انا بفضل الاسئله لانه انت بتسال معنى ذلك انه انت مركز معايا وبتحاول انه انت تفهم. لكن اذا كان الموضوع بسيف بدون اسئله معنى ذلك انه المعلومات انا عندي وان واي فيش انعكاس انه انتوا قديش مقدار فاهمين او لا يعني فيش ريفليكشن. طيب وصلنا للطريق لمكان لنقطة السبليت. هنا في السبليت شو سوى؟ استخدم طريقة السبليت في التنسر فلو مش في ال قولوا معايا الاسكيلير مش ترين تيست سبليت. فهنا استخدم اسم الداتا سيت دوت سامبل. ايه مش سامع عادي باندا؟ لا استنى معك حق مظبوط هي باندا لانه احنا لسه هينا اوريدي ما دخلناهاش هنا. هذه الرو ديتا والديتا سيت اخذنا منها كوبي وما دخلناهاش على تنسر فلو لسه لغايه الان. بالضبط. تمام نعم صح صحيحين معي. فهنا السامبل انه بياخد فراكشن من البيانات بالضبط هذا الترين وراح عمل دروب لهاي وحطهم في للجزئية اللي اخدها في الترين بالانديسيز عملهم دروب وحط البقية هنا في التست. واضح هذه الطريقة كيف؟ تمام. حقيت هذه يعني اسلوب مشهور جدا في داتا فيجواليزيشن ممكن انت تستخدمه اسمه البير بلوت. ايش بروح بسوي؟ ايش انا عندي الاعمده الام بي جي سيلندر ديسبيسمنت الويت وين راح؟ تمام. فايش بروح بسوي في الرسمه؟ بدي اصغرها شوي عشان تقدر تشوف انت معايا. بروح بعمل رسمه كبيره الواي فيها ايش فيها؟ اسماء الاعمده والاكس برضو اسماء الاعمده. تمام. هاجيت انا عندي في الدياجونال هنا بيكون في عندي ديست بلوت بالضبط. لا يعني هنا هذه الرسمه هي عباره عن الويت مع الام بي جي. الدياجونال هو العمود مع نفسه بالضبط بالضبط. وده هنا دياجونال كايند كي دي اي كيرنال دنسيتي يعني. فبالتالي هنا برسمه كدنسيتي فانكشن كانه كدنسيتي فانكشن الام بي جي مع الام بي جي والسلندر مع السلندر بشوف توزيع البيانات كيف انه كفيتشر هذا كفيتشر. لكن هذه علاقه اتريبيوت مع اتريبيوت سكاتر بلوت. يبقى في البير بلوت تمام تدي لك اوفر فيو على البيانات كلها. طبعا هذه لو كان عدد الكاتيجوري او عفوا عدد الاتريبيوت معقول يعني انه انت بتقدر انه انت تشوفه في رسمه. فهنا تعال تطلع على سبيل المثال الام بي جي مع الويت
شو رأيك في هذه العلاقة؟ كل ما قل الويت بزيد المايل بير جالون. كل ما قل وزن السيارة تمشي أكتر، تمشي ميلات يعني مسافة أكتر، مش أسرع، مسافة أكتر على نفس كمية الوقود. تمام؟ في حدا بيعرف إيش هي displacement في السيارات؟ displacement هذيك التسارع. نقطة البداية للنهاية. مش عارف، أنا ما عنديش فكرة. Engine displacement is the swept volume of all inside the cylinder. Single movement from the top dead center to the bottom dead center. لا انا بعتقد انه هذه الاسطوانه تمام، انه قديش المسافه اللي بتطلع وبتنزل، معدل الاحتراق داخل، ممكن له علاقه بمعدل الاحتراق. هو بيعتبر انه المصطلح هذا displacement، يعني احنا بالنسبة لنا مش native يعني English speaker، فبالتالي انه displacement شغلة معروفة في السيارات يعني. بتصور انه هي هيك يعني، كل ما كانت الاسطوانة اكتر بيكون displacement، عفوا كل ما كانت الاسطوانة اطول بيكون displacement اكتر، فبالتالي كل ما كان displacement اكتر ممكن يدي لك عزم اكتر في الماتور في الحركة. حجم السلندر بالضبط هي المسافة من اول اسطوانة فوق لتحت. فبالتالي هنا كل ما زاد الديسبليسمنت، كل ما زاد الديسبليسمنت بيزيد الويت، او بمعنى اخر العكس كل ما زاد الويت يفترض يزيد الديسبليسمنت. هذا اشي في تصميم السيارة اساسي. طب بخصوص السلندر، واضح انه انا عندي السلندر انه الفئات تبعتها هنا اربعة اعتقد، في بعض السيارات النادرة اللي فيها ثلاثة سلندر ممكن يكون ثلاثة، وهنا في خمسة اكتر اشي، يا اما ستة يا اما اربعة او ستة، في معقول ثمانية سيارات في الشاحنات. فهنا أكتر إشي يعني ثلاث فئات، أربعة ستة ثمانية، وفي بعض السيارات النادرة اللي فيها خمسة سلندر وثلاثة سلندر. بس هنا واضح جدا إنه كل ما زاد السلندر يعني إنه يعني أو كل ما زاد الويت بتزيد السلندر. يعني هذا العمود لو هم الثلاثة يعني الثلاث أعمدة هدول شايفينهم، ثلاثة بارز هدول كانوا جنب بعض، معنى ذلك انه فيش تأثير للويت على سلندر. لكن هنا كل ما تطلع في الويت معنى ذلك انه هذا العمود بيطلع لفوق اكتر، معنى ذلك انه
كل ما زاد الويت بده يزيد عدد السلندر عشان لازم يكون في استوانات اكثر عشان تقدر انه تحرك السياره. انا معني انه انت تقضي وقت اطول مع البيانات بحيث انه لازم انت تكون قريب منها عشان انه انت تتعرف عليها حتى لو كانت دومين انت مش كتير. ايش الداتا ست هذه؟ هذا بير بلوت. صحيح ممكن تكون هيك كتب عادي واضحة صحيح بش علاقة ما نقول فعلا غريب. طبعا هذا الديسكرايب للديتا. طبعا هذا انه انا عملت ترانسبورت هذه انه كتير مفيدة بالنسبة لي. فهنا ايش بيصير؟ بدل ما يكون اسماء الاعمدة فوق هنا وهنا تحت الكاونت والمين والماكس هنا صار اسماء الاعمدة. فبالتالي بركز على العمود انه العمود هذا الكاونت تبعه هالقد المين الستاندرد ديفيشن المين والماكس زي هيك. هنا اخذنا الاكس والواي يبقى الترين ليبل. اخذنا الداتا سيت بوب للام بي جي ونفس الاشي في التست داتا سيت. طيب هنا في عندي نورماليزيشن رحت عرفت دالة اسمها نور. ايش بتروح بترجع؟ بتروح بتطرح كل فاليو من المين تبعها وبتقسمه على الستاندرد ديفيشن. بيعمل ايش؟ نورماليزيشن او ريسكيل. وهنا طبق على الترين وعلى التست. عادة انه نورماليزيشن انه يفضل انه انا استخدمه. لو ما استخدمتوش بيطلع ليش ايرور فيش مشكلة. بس عادة يفضل انه انا استخدمه. ليش؟ لانه في عندي اتريبيوت هنا في فروقات كتير كبيرة بالنسبة لها. يعني مثلا السلندر قديش اقصى حاجة انا عندي؟ 8. قارنيها بالويت في سيارات وزنها 5000. 5000 مقابل 8 لما اجي ادخلها على نيورال نتورك في القيم انه في فرق كبير انه لما بده يجي يحسب الايرور في التارجت او لما بده يعدل في الجريدينت الايرور. فلما احولهم لنفس الرينج لزيرو واحد او ل انه انا اخليهم كقيم محوريه حسب المتوسط واقسم على الستاندرد ديفيشن ف بياخذوا نفس الاهميه في النيورال نتورك. يعني الرقم الاكبر في النيورال نتورك اكبر بالضبط لانه الرقم الكبير في لانه انا عندي النيورون هو عباره عن حاصل ضرب الانبوت في الويت. فاذا كان الانبوت كتير كبير والويت مثلا ضئيل مثلا الويت مثلا بيكون فراكشن 0.3 او ماينس 0.3 تخيلي 5000 ضرب 0.3 بطلع عندي رقم كبير مقابل انه انا عندي 4 سلندر او 4 ضرب 0.3 لا بيكون في فرق كتير كبير بيناتهم في الاوتبوت. فكلهم دخلين تقريبا نفس الرينج بالضبط عشان يكون انا عندي الادجستمنت للويت انه هو لوحده بده يتعلم مين الاتريبيوت الاكثر اهميه مش انه انا من الفاليو انه اقول له انه هذا الاتريبيوت اكثر اهميه. طيب هلقيت هنا بيلد الموديل اول لاير. هذا خلي بالك هذا اول لاير 64 بس قبليه بده يكون في انا عندي انبوت لاير قديش الشيب تبعه اللي هو عباره عن بالضبط حسب عدد الاعمده training dataset.keys.
تمام. والاكتيفيشن ريلو ممكن اكتبها ريلو as a string او ممكن تكتبها بالطريقه هذه اذا انت يعني انه انت بدك تتاكد انه هي الاكتيفيشن فانكشن انا بدي اياها, فبجيب لك اياها في السجستشن وانت بتكتب يعني. يبقى هذا اللاير الاول, اللاير الثاني 64, واللاير الاخير 1 لانه تارجت عباره عن مايل بير جالون. ايش الاوبتمايزر؟ روت مين سكوير ايرور. البروب هاي انه انا بقدر اعتبر انه انا وصلت لدقه انه ساتسفايد اذا كان الفرق بين الاكشوال والتارجت 1 من 1000. فهنا مين سكويرد ايرور العباره عن اللوس والاوبتمايزر هيو تمام, والمتريكس المين ابسوليوت ايرور والسكويرد ايرور. هذا بدل ادم. نعم او ممكن يجيب احسن. حكيت من ناحيه انه هو بده, لا الفكره مش حكايه انه يجيب احسن او يجيب اقل, الفكره في الموضوع انه انا عندي في النيورال نتورك عمره ما بيجيب الفاليو اكزاكت. يعني على سبيل المثال نفترض انه احنا بعد ما طلعنا انكودينج للايرس انه انا في عندي 3 ليبل 0 و1 و2, هذا في الاوتبوت تبع النيورال نتورك عمره ما بيطلع 0 اكزاكت. ايش بيطلع؟ وهذا عمره ما بيطلع 1, ممكن يطلع 1. وهذه عمرها ما بتطلع 2, ممكن تطلع هذه احنا طلعناها اعلى شوي, هذه بدها تطلع 1.99999888 زي هيك تمام. فانا بدي قيمه للسماحيه قديش انه انا اتجاوز انه انا اوكي هذا اعتبره انه الاوتبوت 0 وهذا اعتبره 2 1 عفوا وهذا اعتبره 2. فهذا للسماحية أكثر ما إنه هو إنه لا إيرور بده يجيب أحسن منه أو أقل منه تمام. فبالتالي هذه أبروكسيميشن أو جنراليزيشن أكثر. بالمناسبة ممكن أنتوا تعيدوا إيش إحنا أخذنا الهاوس برايس, ممكن تعيدوها باستخدام الروت مين سكويرد ايرور باستخدام هذا الاوبتمايزر بدل ادم, وتشوفوا كيف الامور تيجي يعني بتطلع معكم. طيب اوكي بنبني الموديل زي هيك, هاي ريتيرن للموديل, هذه الداله بتبني الموديل وهيو استدعيناها الداله هذه تمام. هاي الموديل سمري في عندي 4,000 بارامتر بدي اعملهم اوبتمايزيشن 4800. هنا اخذ باتش من نورمالايز داتا اول 10 وعمل بريدكت. انا عملت ترين, عملت ترين يا جماعه, لسه ما عملتش ترين, بس هل بنفع اعمل بريدكت على نتورك قبل ما اعملها ترين؟ ليش لا؟ كيف كمان بنفع اعمل بريدكت بيطلع لي اوتبوت, بس هل الاوتبوت هذا صحيح؟ لا. فبالتالي هنا اول ما انا عملت ريتيرن موديل خلاص عمل لي النتورك وصار في انيشلايزيشن للويتس راندوم ويتس. بقدر اعمل بريدكت فيها قبل الترين؟ بقدر, بس الهدف من هذه النقطه انه انا اتاكد انه الموديل شغال, هذا هو الهدف. فبالتالي هنا عمل بريدكت لاول 10 وهي الناتج تبعهم, يبقى الموديل شغال. هنا ننتقل للترين, برضو هذه هنت انه انت بدل ما انه انت تدخل في الترينينج وفي البريدكشن يطلع معك مشاكل, ممكن انت قبل الترين اعمل بريدكت لخمسة سامبلز وشوف كيف النتيجة بتطلع معك. هاجيت هنا
بدل ما تطلع لي الرسمة هذه واقعد اعمل سكرول في 1000 سطر، بروح بستبدل هاي الشغلة. ايش بستبدلها؟ انه كل ما يخلص ايبوك بطلب منه انه يعمل لي برينت لدوت. يبقى هنا بروح بعرف كلاس اسمه برينت دوت. ايش بعمل؟ بعمل اكستند من كراس كول باكس كول باك. بروح بعمل اوفررايد لميثود اسمها اون ايبوك. ايش بديله؟ الايبوك واللوج. هجيت اذا الايبوك خلصت 100% تمام، اطبع سطر جديد. هذه طباعه سطر جديد، وبعديها هنا بطبع برينت والاند انا عندي عشان يطبع يطلعوا النقاط جنب بعض، لانه البرينت في البايثون باي ديفولت انه تطبع سطر جديد. بالضبط هنا عرفت الايبوكس 1000، وهنا بدي اخزن. هنا دخلنا في مثال جديد، انه احنا بدنا نعمل فيجواليزيشن للترين والفاليديشن ايرورز. هذه اف الاولى، اذا خلصت الايبوك 100% تمام. عفوا اذا كل 100 ايبوك، عشان هذه مود، اذا الايبوك كاونت مود ال100 بيساوي 0، معنى ذلك انه كل 100 ايبوك بروح بطبع نقطه، لانه انت طالب 1000 هنا. بالضبط. فهنا هذا الموديل بيرجع هيستوري من نخزنه في هذا الفاريبل عشان نعمل فيجواليزيشن للريزلت للايرورز. ايش عملت؟ فت ايش الداتا؟ نورمالايزد ترين داتا والترين ليبل والايبوكس بتساوي هاي الايبوكس، والفاليديشن سبليت بتساوي 2%، هو لوحده بروح بقسم ترين وفاليديشن عشان يحسب عليهم الايرور. فيربوس بتساوي 0. ايش هذا الباراميتر؟ قديش مقدار التفاصيل اللي بيطلع لي اياها؟ بالضبط. فهذا ممكن ياخذ 0 1 2 3، فبالتالي كل ما زود بروح بيطلع لي تفاصيل اكثر لحد معين. بالضبط. بدي اشوف يعني ارجع للدوكيومنتيشن هنا تبع الفيت وشوف انه الفيربوس انه الرينج تبعه من قديش، من 0 ل 3 ولا من 0 ل 5. بيقبل نعم. في بعض الميثود انه طلع لي تفاصيل او ما طلع ليش تفاصيل، وفي بعض الميثود الثانيه انه في مستوى من التفاصيل، فبعبر عليه في مستويات 0 1 2 3 زي هيك. هنا حطيناه 0 ليش؟ لانه انا بديش تفاصيل، انه بس اطبع لي دوتس تمام. وهنا في عندي باراميتر جديد اسمه كول باك. ايش اديته؟ فانكشن مر عليك الانيموس كلاس او انيموس اوبجكت عفوا. لا الانيموس انه هذا هل له اسم؟ انت بس انا بس استدعيت الكونستراكتور. معنى ذلك انه هذا ممكن اعيد كتابته انه مثلا بدي اسميه بي دي برنت، اختصارا لبرنت دوت بتساوي هذا الكلام. وهنا بدي له بي دي، هيك بطل انيموس، هيك صار له اسم اسمه بي دي. لكن هل هذا فعليا انا بحتاجه بعد هيك بلزمني تحت؟ لا. فبالتالي خلاص، ليش انه انا احط له يعني انه انا اخزنه في فاريبل، هيك انا بستخدمه انيموس. نعم بالضبط. هجت الكول باكس، هذا عباره عن باراميتر في الفيت، انه هذه عباره عن ميثود في كلاس راح يتم استدعائها في الخلفيه. كل ما يخلص ايبوك لوحده بروح بتم استدعاء هذا الكلاس، وفي هذا الكلاس انه حيستدعي هذا الميثود انه حيطبع دوت بعد كل 100 ايبوك. الكول باكس كمان مره هي عباره عن الميثودز اللي راح يتم استدعائها في خلفيه بالخلفيه مع تنفيذ هذه الداله الفت. فوانت بتشغل الفت شغل لي برضه فانكشن ثانيه في الخلفيه. ايش بتسوي الفانكشن هاي؟ تطبع لي الدوت كل 100 ايبوك.
طبعا ايش الغرض من طباعه الايبوك؟ واحنا رحنا اختصرنا الديتيلز لزيرو لانه انا عندي الايبوكس كثيره 1000، فبدل اعمل بدل ما اعمل سكرول ل 1000 لاين فبصير انه هنا كل ايبوك بصير في عندي طباعه لنقطه. طب ليش خليت الطباعه لنقطه؟ عشان انت تشوف انه انت شغال تطمن عليه، يعني انت ممكن انه انت تخليه ما يعملش ولا اشي وتخليه انه يطبع نقط يطبع نقط يطبع نقط، لانه فعليا في مودلز ممكن انه تشتغل على ايمجز فيها مليون صوره ممكن التريننج يضله اسبوعين ثلاث اسابيع عادي، فانت كل مره طبيعي يحفظ كل هذه. هدف الكول باك انه يحفظ التشيك بوينتس، هذه الشغله كثير مهمه، هاجت حناخذها في درس هنا سيف ريستور موديل. تمام، فاحنا ماشيين بالترتيب في السيف والريستور موديل، انه انا بدي له هنا في الكول باك انه يعمل التشيك بوينتس اللي هي الويت، كل ايبوك بيخلصها او كل 10 ايبوك يخلصها ويروح يحفظ الويت تبعتها عشان انه انا اختار الافضل فيما بعد لاحقا، حنشوفه هذا حنرجع له. طيب بعد هيك نروح على الهيستوري، حملناه كديتا فريم. تمام، هاي نشوف التيل هي عباره عن اللوس، مين ابسوليوت ايرور، مين سكويرد ايرور، فاليديشن لوس، فاليديشن مين ابسوليوت ايرور، كله هذا عباره عن ايرورز. كيف وين هنا عادي هيك الكومبوزيشن تبعها هيستوري ديتوستيرو، لانه فيها شغلات تانية كتير، هي عبارة عن ديكشنري، فانت ممكن انه انت يعني انت عشان تعرف ايش موجود فيها هنا قول انه هيستوري دوت كيز. ديكشنري هو طيب تبعه راح يكون هيستوري، ممكن تنسر فلو هيستوري. طيب اوكي هيستوري on batch begin on batch end dot ash لا تنسر فلو له برضو شيب هو هيست ولا هيستوري؟ لا هيو هيستوري هادي بنقدر نجيب منه الشيب. نعم هذا بنقدر نجيب منه الشيب، يبقى الهيست هنا راح حمل لي اياه كديتا فريم، فهذا عبارة عن هيستوري اوبجكت موجود في التنسر فلو، ايش الشغلات اللي موجودة فيه؟ هايو موجود هيستوري موديل on batch begin on batch end. ما حدش يسألني في الشغلات هذه يعني أنا مش عارفها. هو عزيز البدل ما يجيب تفاصيل الجروب اللي كنا نعملها لأن اختصرنا عبدالك عمل لجاتا فريم وجرب بساك الواقع صبعا نقول له كيف جاب آخر خمسة يبطل يشتركي الديت هيستوري إيش بتساوي؟ الديت هيستوري إنه إيش الشغلات اللي موجودة فيها، يعني ليش إنه هيستوري دوت هيستوري؟ خدام هو بكون سيد بكون فرماتة بعد هو هو عبارة عن تنسر فلو اوبجكت وهو هيستوري بيكون في جواته هيستوري اللي هو اللوج تبع الايرورز هاي كلها اللي احنا شفنا عليه هو هدول كلهم اللوس مين ابسوليوت ايرور مين سكويرد ايرور هذا طبعا للتريننج بعد هيك للفاليديشن فال 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 هم هدول نفسهم الثلاثة بس حيكون هنا للفاليديشن وهنا كل ايبوك هاي الايبوك هذه 595 انه هاي الفاليوز تبعتها 96 97 لاخر واحدة اللي هو 999. طيب
دعك من هذا الكلام وخليك معايا هالجيت. هالجيت الكود اللي بعمل البلوت هذا انا مش هشرحه الان، هشرحه المره الجايه، بس انا بدي اورجي لك، بدي اوصل لك كونسبت هالجيت، ارسخ عندك كونسبت انه هذا الفيجواليزيشن اللي احنا عملناه طلع عليه انه انت عندك هنا في الواي الايرور وهنا في الاكس الاي بوكس. ايش بتلاحظ؟ انه هذا ترين وهذا فاليديشن، تمام؟ انه الكل بيقول له مين اعلى، الايرور تبع الترين ولا الفاليديشن؟ تبع الفاليديشن. هذا الاشي طبيعي ولا مش طبيعي؟ لا طبيعي. انه احنا كنا يعني انه البيانات اللي احنا دربنا عليها نحسب عليها الايرور، طبيعي انه ندرب عليها، طبيعي انه يجيب ايرور اقل. اما التست ديتا راح يكون الايرور اكثر. نعم تمام. طيب هذا مين ابسوليوت ايرور وهذا هنا ايش مين سكويرد ايرور، تمام؟ هنا نفس الفكره انه انا عندي هنا الايرور وهنا الايبوك، وانا عندي ترين وفاليديشن. في الاول بيبدا عالي وبعدين هيو بيبدا بينزل زي هيك، في تذبذب بس على اللونج تيرم انه في نزول، فخلاص انه انا ممكن اديله اشي اكتر من الالف، مدام انه هذا شايف هنا نازل ممكن اشي اديله اكتر من الالف، اديله 1500 2000. فكل ما انت تشوف المنحنى نازل ممكن تتزود في عدد الايبوك، بيجيب اقل، تمام؟ هنا في اوفر فيتنج. ليش؟ لانه هذه فيها نزول شوي، لكن هنا انه ممكن، انه ممكن لو وسعنا اكثر انه يبين اكثر، لانه كل ما يكون في استقرار في الفاليديشن ويقل من بعض يكون احسن. طيب لا فكر فيها بالطريقة هذه، إنه كل ما كان الترينينج إيرور بيقل والفاليديشن ثابت أنت دخلت في منطقة الأوفر فيتنج، لأنه إيش بيصير؟ إنه بيجيب أقل إيرور على الترينينج، فبالتالي إنه صار حفظها كتير. أما الفاليديشن إنه صار ثابت، لا دخلنا في منطقة أوفر فيتنج، فبالتالي كل ما يكون في استقرار لهذا خلاص انه انا ده. عشان هيك دائما انا بطلع على الفاليديشن ايرور، هاي الكونسبت اللي انا بدي احاول اوصل لكم اياه. هاجت هنا هذا صحيح نازل، لكن هذا في استقرار نوعا ما، صح؟ دخلنا في منطقه الاوفر فيتنج. عشان هيك المحاضره الجايه ان شاء الله بدي اراجع هنا الكود تبع البلوت اورجيكم اياه كيف، وناخذ الدرس الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، انه احنا نشوف كيف ممكن انه احنا اتحقق انه 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 النتورك تبعتي هل صار فيها اوفر فيتنج ولا لا باستخدام هذول البلوتس. ايش بدك تحكي يا استاذ؟ بدك تسالي؟ لا في حدا عنده سؤال يا جماعه؟ ممكن اسئله هذه انه هنا اخذ شو اسمه، صحيح هنا 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 بستنتج هذه الشغلة إنه خليها للمرة الجاية. كيف؟ صحيح بس إحنا دخلنا بالضبط، احنا دخلنا في منطقة 12 وربع، تمام؟ وهذه الشغلات وانتوا مستعجلين بدكم تمشوا مش حترسخ معكم. بنرجع له ان شاء الله. يعطيكم العافية.